المبنى التابع لمؤسسة المواصفات والمقاييس ثمة مهام عديدة للتحقق من شكاوى المواطنين على محطات المحروقات، شكاوى تتابع من قبل فرق ميدانية متخصصة تمتلك أدوات لكشف أي تلاعب في المشتقات النفطية. أولى خطوات الرقابة على محطات المحروقات من قبل هذا الفريق تبدأ بالتحقق من دقة قراءات العدادات ومقارنتها بالكميات المباعة. بتقوم عملية التحقق الفجائي بناء على جدول بيكون معد مسبقاً، وبناء على شكاوى التي تتلقاها المؤسسة، وبناء على هذه الخطط تقوم الفرق المتخصصة لدى المؤسسة بالقيام بالزيارات الفجائية على المحطات واتخاذ كافة التدابير المناسبة لأخذ العينات والفحوصات والرجوع إلى سجلات أو الكاميرات داخل المحطات لتثبيت المعلومات وعمل عمليات التحقق وإصدار النتائج، وفي حالة شك في بعض المواد يتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة. التحقق الآخر هو للتأكد من خلو آبار المشتقات النفطية من المياه عبر سلسلة فحوصات ميدانية وأخرى مخبرية، بالإضافة إلى التأكد من نسبة الأكتان في البنزين. قام قسم المحروقات والحجوم اليوم بعمل جولة فجائية على محطات المحروقات، وتم التحقق من مضخات الوقود من خلال الكواشف المعتمدة لدى المؤسسة، وهي الكاشف بنزين أكتان 95 وكاشف فحص الماء، وتم التحقق أيضا من كميات الموردة للمواطنين من خلال المكيال الحجم المعياري الذي سعته 20 لتر. خلال النصف الأول من العام الحالي تقول مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها نفذت أكثر من 1100 زيارة على محطات الوقود، نتج عنها إغلاق 4 محطات محروقات بالإضافة إلى تحويل 5 محطات وأربعة صهاريج للنائب العام. كونه في ناس بتتفقد وبتراقب وبتتبع في هالأمور هاي، ما في لغش ولا مي ولا في أي إشي من هذا الأمور. لازم يكون في رقابة سيدي. والله، وعشان الناس كمان سياراتها كلها حديثة صارت، ما هي كلياتها، ولازم يكون في تشيك والله على الكزيات. إدخال العديد من التقنيات والطرق المتنوعة للرقابة على محطات الوقود والاستعانة بالكوادر الفنية المؤهلة أسهمت في تحقيق رقابة عالية على المحطات في ظل تنوع الخدمات التي تقدمها محطات المحروقات. تقول مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها تسعى إلى توسيع نطاق رقابتها على محطات الوقود لتشمل عمليات شحن المركبات الكهربائية في محطات الوقود. رعد بن طريف، المملكة، عمان. معنا مشاهدينا مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور عبد الله بني خالد. أهلا وسهلا بك معنا دكتور عبد الله. لربما تابعنا في هذا التقرير الذي عده الزميل رعد بن طريف، ولربما أرقام كبيرة للزيارات الميدانية التي تجريها المؤسسة للتأكد لربما من هذه الجودة، جودة المنتجات. تحدث بالبداية عن أرقام الزيارات التي نفذتها الدائرة خلال الفترة الماضية. نعم، مؤسسة المواصفات والمقاييس نفذت تقريبا من بداية السنة طبعا في مديرية المقاييس 1100 زيارة فيما يخص محطات المحروقات وفيما يخص العبوات المعباة مسبقا والتفتيش على الأوزان والموازين وأجهزة القياس بشكل عام. أبرز الشكاوى التي لربما لمستموها خلال هذه الزيارات 1100 زيارة؟ سيدي، تنوعت الشكاوي بدقة أداة القياس، بالكمية الفعلية الموجودة في العبوات المعباة مسبقا، وأيضا في جودة المشتقات النفطية، وأيضا في التلاعب بأدوات القياس بشكل عام، سواء كانت بالمحطات أو بأدوات القياس مثل العدادات أو الموازين. نحكيها بشكل أبسط بالنسبة للناس، لأنها مشتقات نفطية وبحاجة لربما المواطن أن يعلم ماذا يحدث في بعض المحطات، محطات الوقود، من غش لربما قد يمارس من قبل البعض. هلا شوف، احنا في عندنا تقريبا اكثر من 600 محطة في الاردن موجودات، الصحيح منتزمين بشكل كبير، هناك قلة قليلة. يعني خلال الست شهور هاي قمنا بتحويل 5 محطات للنائب العام، وجدنا في 4 منهم فقط تلاعب،
بس أنا بتكون المواطن الأردني مطمئن، إحنا كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس موجودين على مدار الساعة باستمرار، يقوم بعمل جولات تفتيشية على كل المحطات الموجودة في المملكة، والحمد لله الأمور مبشرة بخير يعني. طيب الخمسة الخمسة اللي تم تحويلهم للنائب العام من قبلكم، ماذا تبين؟ لماذا تم التحويل؟ لا تم التحويل في أربعة منهم كان في هناك جزء منهم خلط في المشتق النفطي، خلط مي وخلط مع المشتق النفطي، خلط يخلطوا مثلا بنزين 90 مع 95. أيضا تبين أنه في خلل في التلاعب في بعض منهم في العدادات، وأيضا في واحدة منهم تم منع موظفينا من أداء دورهم للتحقق من المضخات وجودة المشتقات النفطية داخل المحطة. وماذا تبين بعد ذلك؟ لماذا تم منع موظفيكم؟ تبين أنه في تلاعب طبعا. طيب ما يتعلق في جزئية لربما التلاعب أيضا في الكمية، نعم، كيف يتم التدقيق على هذه النقطة تحديدا؟ لأنه عملية التعبئة بشكل سريع وبشكل يومي قد لا ينتبه الكثير لهذا الموضوع، ومش الكل عنده علم لتر بنزين قديش سعره أو لتر ديزل قديش صار سعره. صحيح. إحنا كوادرنا تقوم بعمل جولات تفتيشية مبرمجة خلال على مدار السنة، وأيضا تقوم بعمل جولات دورية وجولات تحقق فجائي وجولات بناء على الشكاوي للمحطات، وتقوم بالتحقق من الكمية الموجودة. يعني في عندنا أداة قياس مرجعية، ونقوم بفحص كل أدوات القياس إجباري بشكل سنوي من خلال الجولة، وأيضا من خلال جولات فجائية. و لربما في نقطة الشكاوي تحديدا، نعم، الخمس محطات المخالفة، نعم، هل جاءت بناء على شكاوى وردت للمؤسسة من قبل المواطنين، أم أنها بفضل الجولات التي قامت فيها المؤسسة دون شكاوى المواطنين؟ طبعا المواطن الأردني هو شريكنا في أكيد الرقابة. صحيح واحدة منهم كانت بناء على شكوى، والأربع الباقيات تم يعني بناء على جولات موظفين وكوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس. طيب هناك لربما نية لشمول أيضا المحطات التي تقوم بتعبئة السيارات الكهربائية، تفاصيل ودقة هذا الحديث. تمام. احنا في مؤسسة المواصفات والمقاييس بدورنا وين ما في أداة قياس يتم فيها تبادل تجاري بين المواطنين احنا نكون موجودين. صحيح من لما بلش استيراد الكهرباء في الأردن وبلش استيراد الشواحن الكهربائية تم استهدافها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتم الرقابة عليها والتحقق منها قبل وضعها في الخدمة. فإحنا دائما موجودين وين في أي تبادل لأي أدات قياس، سواء كانت محطات شحن أو شو ما كان نوع أدات القياس. طيب في المجالات الأخرى ليست فقط على المشتقات النفطية، ذكرنا ربما تحت الهواء بالأمور المعبأة والمغلفة، تفاصيل لديك ما يتعلق في أرقام المخالفات وأين ارتكزت هذه المخالفات؟ احنا قلت لك في مؤسسة في مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس نقوم ايضا زي ما تفضلت بالتحقق من العبوات المعبأة مسبقا، وهي اي عبوة تم تعبئتها في ظل عدم وجود المشتري. الان تبين في عندنا خمس مخالفات، قمنا بانذار خمس منشآت لوجود نقص في الكمية الفعلية. الاصل يكون مصرح قديش كمية العبوة او المادة الموجودة داخل العبوة، ونقوم بالتحقق منها وارسالها الى المختبرات المؤسسه، واذا تبين في اي خلل في اجراءات قانونيه يتم اتخاذها بناء على ذلك. خمسه من بدايه العام ولغايه اليوم. نعم خمسه. وخمسه ايضا ما يتعلق في المشتقات النفطيه. صحيح. مجموعهم 10. صحيح. اين تركزوا؟ في العاصمه عمان، في المحافظات، واين كانت حصه الاسد ونصيب الاكبر دكتور؟ هلا يعني في مناطق الوسط كان الحصه الاكبر. في مناطق حدود العاصمه عمان وما حول عمان. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذا الحديث، مدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور عبد الله وعبري خالد، على كل هذا الحديث. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك.